السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين قناة وصفحة الورش. النهاردة إن شاء الله هتكلم في موضوع بسيط جدا ويمكن يهم كتير من الفنيين، وهو موضوع الكباس الانفرتر والكباس العادي أو موتور الانفرتر والموتور العادي. ويمكن الموضوع ده يفرق مع ناس كتير كمان لو حابب يشتري أجهزة وعاوز يفهم إيه الفرق ما بين الموتور الانفرتر أو الجهاز اللي مكتوب عليه إنه بيعمل بنظام الانفرتر والجهاز اللي مكتوب عليه بيعمل بالنظام العادي، سواء كان ثلاجة أو كان غسالة أو أي حاجة بتشتغل على النظامين دول. هنبدأ كلامنا عن الموتور الانفرتر مثلا من ناحية السرعة. في الحقيقة الموتور الانفرتر هو موتور متغير السرعة، أما الموتور العادي فهو موتور ثابت السرعة، يعني السرعة اللي بيبدأ بيها هي ثابتة لحد ما يقف عن العمل، هي نفس السرعة. أما كمان هنقارن ما بينهم من ناحية الشكل. بالنسبة للشكل فالاتنين ما بيختلفوش عن بعض، هتلاقي الموتور الانفرتر نفس الشكل بتاع الموتور العادي، الاتنين ليهم 3 مواسير، ماسورة للسحب وماسورة للطرد وماسورة للخدمة، وكمان ليهم نفس اللون اللي هو اللون الأسود اللي بيميز مطير الثلاجات. بالنسبة لطريقة التشغيل، الكباس الإنفرتر بيشتغل بكارت التشغيل الإلكتروني وما ينفعش يشتغل من غيره، أما الكباس العادي فهو بيشتغل بالطريقة العادية عن طريق مجموعة الموتور العادية اللي هي الريليه والأوفرلود. بالنسبة لطريقة الاختبار، الكباس الإنفرتر ما ينفعش نختبره إلا بكارت التشغيل خاصة بيه هو، ودي يمكن وضحناها قبل كده واتكلمنا عنها في فيديوهات كتير، وكنا اتكلمنا عن طريقة يعني شفناها على موقع أجنبي اللي هو طريقة ال3 لمبات، ونقلها زمايلي الفنيين لكتير من الناس ونزلناها عن طريق القناة. فيه أما الكباس العادي فبيتم اختباره عن طريق يا إما بغير المجموعة بتاعته ويكون معايا مجموعة مخصصة لاختبار الكباس الانفرتر أو الموتور الانفرتر، أو إني بعمل قصر على الملفات، بوصل سلك على السي وسلك على الار وبدي بالملف بالمفك بتاعي لقطه كده، بلمس ما بين الار والاس لحظيا وبشيل تاني، فبيشتغل معايا الموتور من غير بدون مجموعه، ودي طريقه اختبار الموتور العادي. لو قارنا ما بين الكباس الانفرتر او الموتور الانفرتر والموتور العادي من ناحيه الجهد الكهربي، فهنلاقي ان الاثنين بيشتغلوا على 220. الكباس الانفرتر برغم من انه عباره عن 3 ملفات، لكن هو بيشتغل على طريقه على ال 220 اللي هو الفاز الواحد. بس في ملاحظة ان كباس الانفرتر بيحتاج لكارت التشغيل زي ما قلنا، وما ينفعش يتوصل على الجهد المحلي اللي هو 220 مباشر، لان قيمة الجهد على الكارتة هي ثابتة، ايوه 220، اما قيم الجهد من كارت التشغيل للكباس فهي متغيرة على حسب سرعة الكباس في الوقت ده. فنقدر نقول ان السرعة المراد التشغيل بيها متغيرة، بحيث الانفرتر بيعمل هنا علاقة بتربط ما بين الجهد الكهربي والتردد والحمل الحراري، ففيه علاقة ما بين التلاتة. بالنسبة للأمبير، كباس الإنفرتر بيعمل بنظرية السوفت ستارت بأمبير منخفض في البداية، وبعدين بيتصاعد تدريجيا على حسب الحمل لحد ما يوصل لأعلى أمبير مصمم عليه، بعد كده بيعمل اسمها سوفت بريك وبيهبط الأمبير تدريجيا لحد ما يوصل لأقل أمبير. أما الموتور العادي، فالموتور العادي ليه ستارت أي بدء، وبالتالي بيسحب امبير عالي في البدايه، ولما المحرك بتاعي بيبلغ 75% من سرعته المقرره الريلي بيخرج ملفات التقويم من الدايره وبيهبط الفولت لحد ما يوصل بيهبط الامبير اسف لحد ما يوصل للامبير او امبير التشغيل المقنع. مقاومه الملفات، الكباس الانفرتر ليه 3 ملفات داخليه متوصله بطريقه الدلتا، والثلاث ملفات ليهم مقاومات متساويه القيم، والثلاث ملفات بتشتغل باستمرار مع الكباس عن طريق الكارت الالكتروني. 3 ملفات هنا بيكون اسمهم اليو والفي والدبليو. اما الكباس العادي فليه ملفين بس، ملف تشغيل اللي بنسميه الار، وده بيكون صاحب مقاومه اقل، وملف تقويم وده بيكون مقاومته اعلى. ومن المعروف ان الملف التقويم بيخرج من الدائرة زي ما قلنا بعد بلوغ المحرك 75% من سرعته المقررة، وبيستمر الدوران وبيكون مشترك ما بينهم النقطة سي. اما لو قارنا ما بينهم عن طريق التردد او الهرتز، فالكباس الانفرتر بيعمل بنظرية الهرتز المتغير عن طريق الكارتة الالكتروني، اما الكباس العادي بيعمل على بس او على تردد الشبكة المحلية، سواء مثلا في مصر اللي هي 50 هرتز في الثانية الواحدة. بالنسبه للطاقه المستهلكه، الكباس الانفرتر طبعا اقل في اقل استهلاكا للطاقه، الكباس العادي طبعا اعلى من ناحيه الاستهلاك للطاقه. بالنسبه لوسائط التبريد، الكباس الانفرتر بيشتغل على وسائط التبريد الاقل في الضغط زي ار 600 وار 290، اما الكباس العادي فبيشتغل على الفريونات الاعلى نسبيا في الضغط زي 134 وار 12 وكتير من الفريونات.
بالنسبة لنظرية العمل، الكباس الانفرتر هو كباس متغير السرعة تعتمد نظرية عمله على كارت التشغيل خاصة به، بتعمل على تحويل الجهد الكهربي من جهد متغير AC إلى جهد ثابت DC، بعدين بتحوله إلى تيار متغير تاني بيتم التحكم فيه بقيم مختلفة متوازية مع قيم الهرتز، وبتكون مختلفة وبتتناسب مع السرعة المطلوبة للكباس أثناء عمله بالدائرة. وهنا بتعتمد نظرية التحكم في سرعة الكباس عن طريق التحكم في قيم التردد أو الهرتز، وكمان بيقوم الكارت الإلكتروني بإمداد الكباس بقيم جهد وقيم هرتز مناسبة للسرعة المراد التشغيل عليها، وكل ما بيزيد الهرتز بتزيد السرعة، وكل ما بيقل الهرتز بتقل السرعة، وبتعتبر العلاقة بين الجهد والهرتز هنا والسرعة علاقة طردية. أما عن نظرية عمل الكباس العادي فهو بيعمل بملفين، ملف تقويم وملف تشغيل، وعن طريق مجموعة الكباس اللي هي الأوفرلود والريلي بيتم توصيل الجهد الكهربي إلى أطراف الكباس الكومن عن طريق الأوفرلود، وبيتم توصيل ملف التشغيل وملف التقويم عن طريق الريلي. وبعد وصول الكباس أو المحرك 75% من سرعته المكررة بيخرج ملف التقويم عن طريق الريلي، وبيفضل ملف التشغيل بيعمل في الدايرة لحد ما بيقف الكباس بعد تحقيق عملية التبريد المطلوبة. طبعا اللي بيفصل الكباس هنا بيكون الثيرموستات. كل الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو ده كان جمعه اخونا المهندس فارس عرفة، معلم اول الالف التبريد والتكييف في نظام الجدارات. بشكره على الجهد المشكور ده، وهو كان نشره في منشور وانا اقتبست مجموعة من المعلومات كمان منه من المنشور ده. بشكره للمرة التانية، وشكرا لكل الناس اللي بتحاول تساعد غيرها، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد عبد الصمد من قناة وصفحة الورشة. لو بتشوفنا عن طريق الصفحة والقناة ما تنساش لايك وتعليق، واعمل مشاركة للفيديو عشان غيرك يشوف.